السوق تعبان 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 كتير، رايح لمكان ناس اللي بتموت في السيارات وبتحب السواقة مش كتير مقتنعين في المكان اللي رايح للسوق. الشركة اللي عم بحكي عنها إذا بتترجم اسمها، لا إذا بتفتح على جوجل وبتترجم اسمها بيطلع لك معناها People's Car Volkswagen. أول شيء اسمها فولكس واجن مش فوكس فاجن ولا فوكس فاجن. في دبليو هي شركة كانت وجودها عشان ترضي الناس، اسمها بيبلز كار. أكثر سيارة انشهرت عندهم البيتل، عملوا هاي السيارة وفعلياً فعلياً فعلياً لما نزلوا الجولف المارك 1 يعني ما كانوا قادرين يخلصوا من هذيك يعني بدهم يخلصوا منها عشان يبيعوا هاي، قد ما هذيك السيارة كانت عملية وسعرها مناسب جداً. الجي تي آي هي واحدة من أنجح سيارات في دبليو. الجي تي آي تأسست بسبب بسيط، إنه الناس كانوا نوعين، يا معه مصاري فبيشتري سيارة سبورتس كار فراح يروح لفيراري لامبرجيني في ذاك الوقت، يا انه راح يروح لسياره ارخص بكتير فبالنسبه له راح يروح لاشي زي البيتل. الجي تي اي اجت فكرتها اني اعمل سياره سبورتس كار مسليه فن تو درايف. مصطلح فن تو درايف شيء كثير كبير يا جماعه، مسليه اسوقها كل يوم تاخذني من نقطه اي لبي وانا متسلي، مش بس وسيله تنقل عاديه ومش سياره كثير غاليه، وما عم بحكي عن سياره عم بتكون في 500 حصان. ما كانت احصنتها قليله ولكن ما كانت احصنتها كثير عاليه. سياره لليوم عم تيجي في 250 300 320، الارقام هاي اليوم غير كثير الأرقام اللي قبل. الجي تي آي برأيي بنش مارك، فتحت مكان جديد. اليوم عم نشوف سيارة اسمها فورد فوكس، لازم أشكر جي تي آي إنه فورد فوكس موجود. بدون الجي تي آي فورد فوكس ما كانت حتطلع، لأنه هي طلعت لحتى تنافس هاي السيارة. فأنا شخصيا بحب أي سيارة بتكون ليدر بالسوق، مش نعملت بس عشان تنافس سيارة تانية. طلعت سيارة تانية وكانت فعليا ناجحة كتير، اللي هي الار اللي كان بالقبل اسمها ار 32، اللي كان الانجن تبعها 3200 سي سي. اليوم الار الانجن تبعها 2000 سي سي توربو تشارج دفع رباعي. الجي تي اي دفع امامي، الار دفع رباعي. الار اقوى من الجي تي اي، الار اغلى من الجي تي ار، الجي تي اي عملية اكتر من الار. في دبليو هي شركة زي ما حكيت بتهتم في الزباين وبتحاول تسبق لاي شيء. السوق وين رايح؟ السوق رايح كهرباء، فقرروا انهم يروحوا بهذاك الاتجاه. مش بس انه عندهم الجولف، عندهم سيارات كثيرة، عندهم SUVs اليوم موجود، عندهم كروس اوفر موجود، في variety of options عشان تشتري هاي السيارة. ولكن شافوا سوق الكهرباء عم بمشي فكانوا من اوائل الناس اللي عم يعملوا سيارة كهرباء. VW e-Golf نفس شكل الجولف، لأي حدا بيحب شكل الجولف اللي طلع منها MK1 2 3 4 5 6 7، ومن جديد عم نشوف الـ8 اللي هو شكل مختلف تماما اللي طلع منه GTI، وحنشوف الـR. الالكتريك هي سيارة فولي الكتريك، يعني مش نص نص، هي كاملة الكتريك. كانت تتصنع بأوروبا ومن جديد صارت تتصنع بالصين، هلا راح تتوقف لأنه راح ينزل بدالها الـID3، وبرضه في حكي على سيارة جديدة اسمها ID4. صدقا راح اطلع شوي من موضوع VW واحكي على موضوع كل الشركات وين رايحة بالكهرباء. مبدئيا BMW شو عملوا سيارة كهرباء؟ i3، هلا عم نشوف i4 اللي هي الفور سيريز صار في منها سياره فل الكتريك. في الخطه الجاي كل السيارات يكونوا بس الكتريك، فراح يبلش من كل سيريز عندهم يكون في سياره البنزين والسياره الالكتريك. بعد فتره طويله بتخيل راح ينقضي على شيء اسمه بنزين ونلاقي منها بس الالكتريك، ان كان من x5 من x4 من x6 من 400 من 300 من 500 من 800، كله راح يبلش يتغير. مرسيدس بنز بلشوا بسياره اسمها البي كلاس. البي كلاس في ناس سالوا ليه البي كلاس مثلا عم بيعملوا شكلها مش احلى سياره؟ اول ما طلعت في هذاك الوقت اذا عملوا البي كلاس سياره حلوه كثير واقتصاديه، ليه ممكن تروح تشتري من عندهم السي كلاس؟ اقنعتك صح. المهم في دبليو عندهم الاستاذه قرروا انهم يبدلوها لبال 2020، عم بتصير تصنيعها بالصين مش في اوروبا، ولكن اصلا قرروا يغيروها للشيء اللي حكينا عنه اسمه ID3 او ID4. BMW i3 i4. مرسيدس بنز عندهم البي كلاس، هلا صار موجود عندهم الاي كيو سي ولسه راح ينزل خيارات اكثر. اودي صار عندهم الاي ترون، بورشا صار عندهم التايكن، رينو صار عندهم الزوي، كيا صار عندهم النيرو، نيسان صار عندهم الليف، شيفروليه صار عندهم بولت، جاكور صار عندهم اي بيس، سمارت اللي هي اصلا من مرسيدس، فورد فوكس، هوندا اي، ايونيك، هلا السوناتا راح يكون في منها فيرجن فل الكتريك. فكل هاي السيارات رايحه بهذا الاتجاه. هذا وفي عندي شركه بس بتصنع سيارات كهرباء زي تسلا، وعملنا حلقه وحكينا كل تفاصيل تسلا. ليه الناس عم بتروح لهناك؟ اوفر، ما في اجنيشنز، اسرع، بس اون تراك مش احسن شيء لهلا. التايكن والايترون اللي هم اصلا معمولين على نفس الويل بيس احسن من غيرهم على التراك، احسن من الهايبر كارز على التراك، ولكن غيرهم ما شفنا لهلا سيارات على التراك بخوفوا. على فكره في سياره اسمها لوتس ايفايا، لوتس ايفايا 2000 حصان فل الكتريك، 500 حصان على كل عجل، 2000 حصان السياره. هذا إشي بخليك تشتري السيارات. إشي تاني بخليك تشتريها، ما في قطع بالسياره اصلا يدوب، غيارهم إشي بسيط جدا. عندك الموضوع المهم هو البطاريه.
يعني قد ما في أشياء منيحة في أشياء كتير عاطلة بهاي السيارات. أنا شخصيا أشوف أول إشي منهم ما في ضربة الجير، ما في صوت، في ليميتد رينج، السيارات على الدعس، ولما تشغل اي سي بيفرق المصروف تبعها. ولكن شوي شوي سكتوني بانه السيارات صار عم بوصل رينج تبعها 500-600 كيلو، رح يوصل اكثر من هيك بكثير. مبدئيا بس معلومه، بما انه في دبليو واودي هم شركه واحده، اودي كان عندهم سياره حلوه كثير، وبحكي كان لانه ما راح تنصنع في الفتره الجايه، اللي هي الاودي ار 8. وقفوا تصنيعها، اذا راح ترجع، اذا في حال اذا 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 اذا, إذا راح ترجع، راح ترجع على شكل سياره كهرباء. المهم سيارات الكهرباء فيهم إشي انه ما فيها صوت، بس شو اللي عم يتغير هلا؟ شوي شوي عم بيحاولوا يحطوا اصوات جوا هاي السيارات. بعد فتره انا متاكد انه رح نصير نميز السياره من صوتها. صوت سياره الكهرباء الفلانيه هو هذا. اليوم لوتس بي ايفايا اللي عملوها في اصوات معينه بتطلع، حتى لما تكبس الكبسه انت بتقدر تحط الصوت اللي بدك اياه، يعني ممكن تحط صوتي وانا بغني لما تكبس مثلا. فاصوات السيارات عم تتغير. مين الناس اللي بلشوا يعملوا هذا الشيء؟ بورشا لما طلعوا التايكن، لما بتدعس فيها على الاخر بالتوربو اس بيطلع صوت غريب هيك زي صوت ستار وورز. ففعليا كل واحدة منهم عم بصير لها صوتها المميز. موضوع الكهرباء شئنا ام ابينا رح يحتل الدنيا. البلاد بلشت تمنع بعد عدد سنين معين انه يكون في عندها سيارات بنزين. اليوم شركة اودي اللي بتمتلكها في دبليو طلعت قرار انه هي بعد 2033 ما رح تصنع ولا سيارة بنزين، تماما عكس شركة دوج اللي حكت هل تتوقع رح نوقف تصنيع سيارات بنزين ونصنع كهرباء؟ لا، بعمرها ما رح تصير، رح نضل نصنع سيارات بنزين. بس تعال خليني اسمعك صوتها. سامع؟ ما في صوت. وأنا باسل المفرج وهذا الباكيار.